الأهلي الأفضل يتفوق على الزمالك وتقدم عليه في الشوط الأول بهدفين لهدف واحد. الأهداف لمحمد شريف في الدقيقة 21 والدقيقة 34 وشيكابالا في الدقيقة 31. كابتن علاء، أعتقد فوز مستحق الشوط الأول. لا، هو فوز قليل جدا الشوط الأول. شوط أنت متفوق فيه في كل حاجة، مع الاحترام الكامل فريق الزمالك. أول مرة أشوف فريق الزمالك كده من أسهل المرات اللي بيلعب فيها الزمالك ضد الأهلي، لأنه متفوق في كل حاجة، جماعيا وفرديا وبدنيا وكل حاجة. لكن لازم النتيجة تبقى أعلى من كده، إنك لازم تكون في حاجة في إيدك ومضمونة، لازم كنت تضغط أكتر من كده. الطبيعي على فكرة مع الاحترام الكامل فريق الزمالك، أنت كل هجمة ممكن يعني هجمتين وجول، هجمتين وجول، يعني الأمور سهلة تماما تماما. كان لازم الأمور يبقى تحسم الشوط الأول، لكن بتمنى إن النادي الأهلي يفضل على نفس الشكل. الزمالك عنده مشاكل كتير جدا 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 في كل حاجه، حتى لما بيرجع نص ملعب مفيش حد بيمسك حد، كل المساحات موجوده، كل ايام النادي الاهلي تستلم براحتها خالص. يعني لعيبه النادي الاهلي لو لعبت لمسه ولعبت اتحركت الامور هتبقى سهله جدا، مفيش اي مشكله خالص. الشوط طبعا بتفوق باكتساح للنادي الاهلي. شفنا مشاكل دفاعيه كتير في نادي الزمالك زي ما قال الكابتن علاء. هنتكلم مع كابتن اسامه عرابي على المشاكل الدفاعيه في نادي الزمالك، وازاي الشوط الثاني يقدر النادي الاهلي يواصل ويستغل المشاكل الدفاعيه في دفاع نادي الزمالك، ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، شفنا مشاكل دفاعيه كتير جدا في نادي الزمالك الشوط الاولاني، الشوط الثاني هل هيستمر ضغط النادي الاهلي ومستر موسيماني من بدايه الشوط الثاني برضه، ولا ممكن يرجع نص ملعبه؟ الزمالك احنا قلنا مستر كابترون هيدي الاستحواذ او نص ملعب النادي يعني، ويتراجع في نص ملعبه. ولكن مشكلتهم الكبيره واحنا قلنا الكلام ده، الضغط عندهم مش عالي يعني. بيرجعوا عدد وبيحلقوا فقط. يعني هو اميازهم في موضوع الضغط هو طارق حامد. شيكابالا لا، اوباما حتى النهارده حالته وحشه جدا، بن شرقي لا، مروان حمدي لا، فطارق ومش حالته كويسه، فهو عدد بس. لكن النادي الاهلي تفوق في كل شيء، واول حاجه ادي التفوق للنادي الاهلي كميه الجري عاليه جدا، الضغط شديد جدا من ديانج، من قفشه، من طاهر، السليه، كلهم بيضغطوا زي ما احنا قلنا، فبيضايقوهم باللعب ده. الزمالك ما بيحبش اللعب ده، لا فرجاني بيحب كده، ولا شيكابالا بيحب كده، ولا اوباما، ولا ساسي، وما بيحبوش اللعب ده. تاني حاجه النادي الاهلي بيلاقي بعضه زي ليه، لان الزمالك ما بيضغطش، فالنادي الاهلي بيسلموا ويستلموا كويس قوي. واللي قائد الموضوع دوت ومتميز جدا مجدي قفشه، اللي هو يعتبر صح نجم الشوط الاول مع شريف، مع ايمن اشرف، مع ديانج. فالنادي الاهلي متفوق في كل شيء، وكان يقدر يحرز اكتر من هدفين. كابتن احمد، شوط اول متميز للنادي الاهلي، كان ممكن يخلص اكتر من كده. طبعا اللي ميز الشوط الاول للنادي الاهلي هو فرض شخصيه النادي الاهلي. هي دي شخصيه النادي الاهلي اللي اعتدنا عليها من بدايه اللقاء، ضغط في كل مكان، بتسلم وتستلم بشكل كويس جدا، عندك هدف، عندك الرغبه في المكسب، بانت من بدايه اللقاء. يعني كل التكهنات ما قبل الماتش كانت بتقول ان الاهلي المستوى واقل، ومباراه النصر والمباراه اللي قبليها والنادي الاهلي مستوى قليل، ولكن في وقت الماتشات المهمه لما بتحتاج لعيبه النادي الاهلي بتلاقيها موجوده، لما بتحتاج الروح الفانيله الحمراء بتلاقيها موجوده. الاهلي النهارده متميز في كل شيء، متميز في البساط، متميز في التحرك، متميز في المساحه، في الواحد ضد واحد، عندنا تميز في كل حاجه. ناقص الاهلي بس ان هو يترجم صح الفرص الموجوده. احنا اتفقنا ان قلنا ان لما جيلك فرصه انك تقتل الماتش لازم تقتل الماتش. مزبوط. يعني ما نفرحش ان احنا كسبانين 1-0 ونرجع ونعول على كده وبعدين نتعادل وبعدين ندور على الهدف الثاني. لازم تدور على الهدف الثاني والثالث والرابع لو قدرت، طالما الفرص متاحه. نادي الزمالك زي ما اتفقنا عنده نقاط ضعف كتيره جدا جدا النهارده في المباراه، اهمها طرفين وحارس المرمى. حارس المرمى النهارده الشوطين اللي راحوا عليه بهدفين. صح. لو في تصويب تاني من شريف او من مجدي قفشه او من السوليه ويقدروا يعملوها ممكن يسجل اهداف تاني. صح. فانا بشوف الاهلي شوط متميز جدا، لا يرتقي ان هو يكون ديربي. الاهلي فقط هو اللي بيلعب، هو اللي موجود الشوط الاول في ارض الملعب. صحيح. كابتن عادل، ما حسيناش بتاثير الغيابات الشوط الاولاني، ايه اللي هيفكر فيه مستر موسيماني الشوط الثاني، وايه اللي هيفكر فيه كارتيرون؟ واكيد متهيألي هيدفع بزيزو من بدايه الشوط الثاني. كارتيرون اعتقد ممكن يبقى عنده ورقتين، ممكن يبقى عنده سيف الدين الجزيري او حميد احداد مكان مروان من البدايه. اعتقد دي اول تغيير قبل تغيير زيزو. اعتقد زيزو ممكن يدخل شويه بعد 10 دقايق وربع ساعه مكان شيكابالا،
الاهلي لازم يكمل بنفس الشكل. الاهلي ضغط. هو اللي خلى الزمالك وحش. هو الزمالك وحش جاء عمل جيم يعني من مباراه شوط من اسوء الاشواط اللي عملها، ولكن صح. السبب هو نادي الاهلي. نادي الاهلي هو اللي عمل صح. الضغط، هو اللي خبى كل مفاتيح لعب نادي الزمالك، ودي حاجه يعني الجهاز الفني برده لازم تتحسب له. زي ما بنقول الاخطاء بنقول الحاجات الجيده. قفشه بيأدي شوط استثنائي، عامل شوط استثنائي. اول مره النهارده اشوف قفشه بيتحكم في رتم المباراه، بيعرف يخرج الكره امتى، بيعرف يقف الكره امتى، ولكن محتاجين الباصات البينيه اللي في ظهر المدافعين تزيد شويه، وتركيز على المرمى يزيد شويه. ده اللي يخلي النادي الاهلي يقدر يدخل في الجيم تاني. التغييرات صح. اعتقد مع الوقت ومع حسب نتيجه المباراه هي اللي هتحدد لك التغييرات باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني. ارجوكم انتظرونا.